مع حلول شهر رمضان أزمة معيشية خانقة في عدن وخفض الأسعار في صنعاء. أكدت تقارير اقتصادية محلية حديثة عن المحافظات الواقعة تحت سلطة الشرعية تعيش أزمة معيشية واقتصادية خانقة بسبب ارتفاع مستوى التضخم والغلاء الفاحش أسعار السلع الغذائية، حيث تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعا جنونيا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت التقارير أن ارتفاعا هائلا اجتاح أسواق المواد الغذائية، حيث بلغ مستوى الارتفاع بالأسعار 25% بالتوازي مع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 1248 ريالا يمنيا. وأضافت التقارير أن موجة الارتفاع شملت كافة السلع بما فيها الثانوية وكذا مشتقات الألبان. وكانت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء قد أعلنت مؤخرا عن خفض جديد في أسعار بيع مادتي القمح والدقيق للمستهلكين بالتزامن مع تخفيف القيود التي فرضها التحالف على الموانئ اليمنية منذ ما يقارب 8 سنوات، وتوجه السفن مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بدون تأخير.